طبعا اليوم هذول الاطفال اللي احنا نبغي نعلمهم، لكن في السابق اصغر من هذول يكونون عارفين شو الشغله، بس بالامر تمر عليه هو يروح يسوي. سالم سالم تعال شوف، هذا المعشى او هاي الحطبه راس متين وراس دجيج، شوف الدجيج وين؟ يعني ضعيف، وهذا الراس المتين، اسمع شوف ما تحطه شيء مخلوف، لا تحطه بالطريقه هاي. قل لي تعال، قل لي ليش، قل لي ليش هذا الشيء تحطه؟ عشان يوم يشله في السكار يشله كذي بس، ها والحبل هذا اللي هو الغزل وعلى طال، ها وحط المعشاء. يوم تعطيه اياه مجلوب، اذا اعطيته اياه مجلوب شله، ضيع وقت. ها شوفه المتين قدام، ها يلا كمل، هات يلا سالم سالم من عيد.